السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض اليوم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وننتظر مشاركاتكم مشاهدينا الكرام من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب اللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية واللي راح نقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. نبدأ من الملف الأمني المنهار في العراق. العراق يعيش حالة من التوتر الأمني بعد القصف الإيراني لمواقع عدة في أربيل شمال العراق، الأمر اللي فسر مراقبون أنه هدف إيراني لتحويل العراق إلى ساحة حرب وتصفية حسابات لتحقيق مكاسب سياسية ومفاوضات أو تفاوضية مع أمريكا. وأعلنت السلطات في كردستان العراق مقتل وإصابة 10 مدنيين بهجمات شنها الحرس الثوري الإيراني على عدة مواقع في مدينة أربيل. السلطات الكردية قالت أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم بصواريخ باليستية على عدة مناطق مدنية في أربيل، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين. وذكرت أن الحرس الثوري الإيراني برر هجماته بأنه استهدف مقرات لجماعات مناهضة لإيران وللموساد الإسرائيلي، معربة عن رفضها التام لهذا العذر اللي قالت بأنه لا أساس له من الصحة. ودعت حكومة محمد الشيع السوداني النايم إلى الآن والمجتمع الدولي أن لا يبقى صامتا حيال هذه الجريمة. وطبعا الصور اللي راح نعرضها هي للحظات الأولى لاستهداف أربيل وسقوط الصواريخ الباليستية على محافظة العراق الشمالية. خلونا نشوف هذه اللقطات ثم نعود. يا الله يا الله يا الله استر يا الله اها وليد هوا ننتقل إلى مقطع ثاني ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. أظهر مقطع مصور انطلاق صواريخ بعيدة المدى من قواعد الحرس الثوري الإيراني من مدن الأحواز القريبة من محافظة البصرة باتجاه أربيل وسوريا خلال تحليقها في أجواء محافظة البصرة، في مشهد يدل على أن السيادة في العراق غائبة منعدمة ولا توجد قدرة للدفاع الجوي في التصدي للأهداف المعادية في سماء العراق. خلونا نشوف. يا وليد طلع الصواريخ اللي انطلقت موعول يا وليد، هذا ثاني هذا ثالث هذا ثالث يا وليد علينا الثالث هذا ثالث يا وليد باعوله باعوله هذا صاروخ الثالث شوفوه هذا صاروخ الثالث يا رب سترك وينه هذا الرابع جا يا وليد هذا الرابع هذا الرابع هذا صاروخ الرابع هذا صاروخ الرابع يومك 15/1 2024 هذا الصاروخ الرابع اختفي. خلونا نتابع التعليقات على هذين المقطعين مشاهدينا الكرام سريعا، ونبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. سيف الجابري يقول عفية بلد صاير مكفخة للرايح والجاي، وأقوى شيء بحكومتنا يطلعون يستنكرون. عندنا تعليق من عثمان الأنباري يقول الهدف واضح والسيادة مخترقة، وراح يطلعون راح يطلعون نستنكر، صار لنا 20 سنة على هاي الحالة. مهند يقول نفاخ مو بيدهم يضربون المدنيين على أساس ضاربين أمريكا، يضحكون على الذيول. كرار يقول بعد الضحكة مجرد يسوون شو إعلامي، عود إيران قصفت ولكم مفضحكم ترامب. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع، ونسأل وين السيادة. السلام عليكم سيادة العراقية وين؟ أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي.
سيد ابو علي من واسط. اسمعني؟ اسمعك يا ابو علي، حياك الله. مساء الخير لحضرتك، مساء الخير لجمهور الفيديو. مساء النور كل هلا. السياده والله نعزي العراق بالسياده، السياده نعم تحتفل بها قصف ايران الجديد. للاسف انه لا حكومه لا برلمان دائما يمثلون الاحزاب يحجون. نجد ان السياده اليوم منتهكه من قبل كل يا شباب بس رتبوا لنا الصوت. الى الان محمد الشيعة السوداني ما كلف نفسه وعلق تعليق واحد ولا غرد في موقع اكس او تويتر سابقا على القصف الايراني، ما كلف روحه انه يدين ويستنكر حال اي ناشط سياسي، ساكت لانه علق بالتصريح القديم وقال انه يجب على الامريكان يخرجوا، وحتى جريده امريكيه قالت هو اساسا اتصل بالامريكان وقال لهم انتم ابقوا للطيران. فاحنا اليوم الحكومه اول شيء نسال وزاره الدفاع، وين الدفاعات الجويه؟ وين الاموال اللي تصرف على الدفاعات الجويه بالعراق؟ ثانيا نسال الحكومه العراقيه، يعني اكو مجلس امن اذا احنا ما نقدر ضعيفين سياسيا، ضعيفين عسكريا، اكو مجلس امن. روحوا لمجلس الامن واشتكوا عن مجلس الامن. واذا احنا تقولون ما عندنا سياده واحنا ايران هي اللي حاكمتنا، علموا ذلك حتى نصير احنا محافظه لايران، لا حول ولا قوه للعراقيين. حتى ابو علي اذا تسمح لي. اليوم هسه ولسان حال الذباب الالكتروني وذيول الاحزاب المنتشرين في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائيه، شو يقولون؟ يقولون امريكا مانعتنا من الحصول على منظومه دفاع جوي من اجل ابقاء الفتنه مشتعله في العراق، حتى لما ايران تضرب واحنا ما عندنا وسيله نرد بيها، السبب هو امريكا. السؤال هو على منو يريدون يضحكون؟ والارقام من داخل العراق من المؤسسات الحكوميه من وزاره الدفاع تؤكد انفاق العراق ما لا يقل عن 180 مليار دولار من 2003 الى 2015 باتجاه التسليح العسكري. ما قدرتوا تشترون منظومة دفاع جوي تحمون نفسكم؟ مستولي على الدفاع الجوي، إذا هم ناس تابعين لأوامر الحرس الثوري الإيراني فأكيد هم ما راح تشتغل هذه الدفاعات الجوية. ثانياً بعيد الجيش ذاك اليوم قالوا إحنا عندنا أسلحة وقاموا يستعرضون بالأسلحة الموجودة. الثانياً يقول لي من إيران تقصف، طيب إيران ليش تقصف؟ إيران يا أما إذا كانت أكو دولة قوية موجودة بالعراق تروح تشتكي عند مجلس الأمن الدولي، وإذا كانت أكو دولة ضعيفة فهي تتجاوز على العراق. والثاني أن اليوم أكو مصدر قرر أنه هذا الأمر ما جاي من رئيس جمهورية ولا قائد حرس دولي، جاي من مكتب الخامنئي مباشرة، مكتب الخامنئي مباشرة. أبو علي خامنئي اسمعني يا سادي، سؤال أخير لحضرتك وانتقل للمتصل الآخر. ما شفت اليوم وانا دا اتصفح في مواقع التواصل الاجتماعي وبالقنوات الفضائية اكثر عمالة من اللي دا اشوفه من ذولا اللي ينتمون لهاي الاحزاب، احزاب الاطار التنسيقي بالاخص وميليشيات الحشد الشعبي بالاخص، اللي دا يبررون لايران قصفها للعراق ويقارنون الموضوع ويا تركيا، يقول لك ها انتوا ليش دا تحجون على ايران وساكتين عن تركيا، وهم دا يحاولون يكذبون على نفسهم ويوهمون العالم أن العراق لم يبرم اتفاقية أمنية مع تركيا، وأكد عليها هاي الاتفاقية نور المالكي لما كان رئيس وزراء بآخر زيارة إلى أنقرة، أكد على الاتفاقية الأمنية الموقعة بينه وبين تركيا، بين العراق وتركيا في سبيل بقاء القوات التركية داخل العراق، هاي ما يعترفون بها، يقول لك لا احنا تركيا من تقصف احنا ليش ما تستنكرون، لكن إيران لما تقصف تعلو أصواتكم. طيب مو تركيا بينك وبينها اكو اتفاق امني بوجودها، لكن انت مع ايران شنو نوع الاتفاق اللي بينك وبينها؟ اتفاق مع الحكومه اطار والايران، احنا بايدينكم، احنا مسلمين كل شيء بايدينكم، هذا هو الاتفاق. لكن احنا كعراقيين ضد اي قصف واستهداف للمواقع العراقيه، عندنا مشكله، عندنا ناس انتم تظنون يسيئون لدولتكم، اكو حكومه، اكو وزاره خارجيه، وزارة خارجية واشتكوا واستدعوا السفير واستدعوا الوزير. لكن أنه أنا أبرر القصف، يعني أنا أعتقد أنه من الساذج أن نتكلم مع شخص عميل يعني تربى بداية حزبه بإيران ويجي حكم العراق، شو تتوقع من عنده؟ يعني شكرا شكرا أبو علي من واسط، أشكر حضرتك. نروح لأبو علي من لندن. أبو علي، كل اللي صار أنه العراق يدين ويستنكر وكأنه
المسؤولين اللي بالعراق مو أصحاب قرار، لا ناشطين سياسيين أو ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي. تعليقك على السيادة العراقية وينها في زمن حكم أحزاب الإطار التنسيقي؟ يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا توجد سيادة عراقية من بعد 2003 لأحداث اليوم. وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الخارجية، هؤلاء كل ما هنالك عبارة عن ميليشيات، عصابات تابعة إلى الحرس اللاثوري الإيراني الإرهابي. أنا أسأل محمد الشياع السوداني بما يسمى رئيس وزراء العراق، هو رئيس وزراء الميليشيات، وينه؟ هاي مو اختراق سيادة العراق؟ ها؟ مو اختراق أمن الدولة؟ وين ليش ميدين طبعا هو على فكرة هو مو موجود بالعراق، ها؟ هو أحد دول أوروبية سا هو زين، على أساس أكو شغلة اقتصادية وما شنو جاي يتفسح هو زين. يعني مو مشكلة سأت خارج شو اسمه هاي الدول العالم، هاي رؤساء العالم من يصير حادث رأسا يركب طيارته ويرجع للعراق. بس هؤلاء أخي عملاء خونة مجرمين قتلة تابعين للميليشيات زين. بعدين هم دولة الآن هم تدري أستاذ محمد دولة فرحانين، أنا جاي أشوفهم على المنصات التواصل الاجتماعي صحيح فرحانين هم تدري الأطفال أكو إصابات لأطفال بأربيل. يقول لك لا إحنا استهدفنا مقرات الموساد، يريدون يقنعون نفسهم بهذا الشيء رغم وجود المستشار الأمن القومي في شمال العراق وتفقد لأماكن القصف وقال لا هذا الكلام مو صحيح، اللي قصف أماكن للمدنيين اللي منهم وبيهم أكد أنه هاي أماكن للمدنيين، وهم مصرين يروجون الكذبة حتى يصدقوها. طبعا هذا قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، هذا ماخذ جماعته ورايح يصور الفيديو الحادث، ها، حتى يبين لإيران يابا أموركم كلها مضبوطة وهاي الصور زين. أخي أستاذ محمد كلها ميليشيات وعصابات زين، دول جايين لدمار العراق ونهب العراق. ما على الشعب العراقي أن يثور عمي من شمال العراق إلى جنوب العراق. وإلا أنا أريد أسأل أبو علي، هذا السلاح اللي يمتلكه الجيش وتمتلكه الميليشيات، شنو وظيفته إذا مدى يحمي حدود العراق؟ شنو وظيفته إذا مدى يحمي السيادة العراقية؟ إحنا أمننا في خطر، إحنا حياة الناس في خطر، الاقتصاد العراقي في خطر، يعني مستقبل العراق كله في خطر، وعندنا مليارات دا نسلح بيها ميليشيات ولا أهل الآخرين، وتالي يعني هذا البلد وتالي إحنا ويا ذولا الميليشيات اللي أكو ناس للأسف بعدهم تصدق إنه ذولا مقاومة وطرف شريف. طيب إيران دا تقصف، ليش دا تبررون القصف اللي دا يتعرض له ابن بلدك؟ هذا بدل ما تروح أنت ترد على هذه إيران، على هذه الدولة الإرهابية بوسائل قانونية دولية أو حتى بذراعك إذا ما تقدر، إذا تخاف أنه أنت تسوي وسائل قانونية دولية أو تروج لهذه القضية، سد حدودك ويا إيران، اقطع علاقات، اطرد سفير، ليش ماذا يتبعون هذه الإجراءات؟ أستاذ محمد أنت جيت تتكلم، أنت جيت تتكلم مع ميليشيات أخي، عملاء خونة، ميزانية الوزارة الدفاع كلها حماية الإيران، جاي يشترون أسلحة حتى يسوون أكثر من 150 فصيل إرهابي تابع لإيران. عمي ما راح نخلص منهم دولة، ما راح نخلص منهم، الله وكيلكم يحكمونا عشرات السنين بعد. إذا مو الشعب العراقي يثور ثورة عارمة ونخلص من هاي الميليشيات والعصابات، وإلا يوميا يقصفون دولة الميليشيات الإرهابية التابعين لإيران. شكرا جزيلا أبو علي من لندن. رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، ما كلف نفسه أنه ينشر تغريدة يذكر بها اللي صار ويرد على إيران، على الأقل كرئيس حكومة ما كلف نفسه، لا هو ولا كل من في الإطار التنسيقي ولا كل الموجودين ضمن العملية السياسية اللي يوالون إيران، ما كلفوا نفسهم أنه يستنكرون، بل بالعكس يردون على القصف بأنتوا ليش تبررون تركيا أو تسكتون عن اللي تسوي تركيا وأمريكا، ولما يستهجم إيران أو تقصف إيران أنتوا تبدأون تهاجمون ولسانكم يطلع، وهم ما يعرفون
أو مو ما يعرفون، هم يعرفون لكن يحاولون يوهمون الناس أنه العراق ما موقع اتفاقية أمنية مع أمريكا، والعراق ما موقع اتفاقية أمنية مع تركيا تسمح لهاتين الدولتين أنه يكونات متواجدات بالعراق بقواعدهم وبمقاتليهم ضمن قضايا ونقاط وأهداف معينة. لكن إيران الإرهابية بميليشياتها لما تقصف بدون أي مبرر وأي سبب وتقتل أبرياء مدنيين وتصيب الأطفال والنساء وتعتدي على السيادة، لا هنا أنا لازم احنا نسكت ونبلع الموضوع. ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام، مواكب سيارات المسؤولين والمتنفذين المضللة والطويلة تثير الذعر في نفوس العراقيين بأرتال طويلة جدا من المركبات الفارهة والمضللة، ويتم إطلاق أبواق هذه السيارات بشكل مستمر وبشكل مزعج للناس للتحذير المارة، وأيضا تحمل داخل هذه السيارات طبعا المسؤول الحكومي أو السياسي أو حتى رجل متنفذ، وهناك أيضا تتبع هذه السيارات عشرات الأفراد من الحمايات اللي أيضا تثير الذعر في شوارع العراق وتجعل بعض المواطنين يتذمرون من استمرار هذه الممارسات بشكل يعني مزعج للعراقيين، وأيضا يثير الذعر في نفوسهم في سبيل حماية أحد المسؤولين المتنفذين الفاسدين في أرتال من المركبات الفارهة اللي أنفق عليها من أموال الشعب العراقي، رغم ادعاء الحكومة بأن الوضع الأمني في العراق مستقر ولا توجد حاجة من المفترض طبعا إلى هكذا إجراءات أمنية مشددة في سبيل حماية أحد المسؤولين. خلونا نعرض لحضراتكم صور تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لموكب من السيارات الحكومية وهي تطلق صافراتها في حالة فوضوية أثارت غضب العراقيين واستغرابهم من استمرار السماح بهكذا أشكال ونماذج تستغل السلطة وتثير الذعر بين نفوس العراقيين. خلونا نشوف. نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، بشكل أسوأ هذا المقطع راح يبين لكم الجانب السيء من الحكومة. بين البذخ واهتمام المسؤول بنفسه وعائلته من دون أي اهتمام لأمن الناس وحياتهم، يشتكي المواطنون العراقيون من هذه المواكب اللي ما توقفت عن إزعاجهم، رغم توجيهات صدرت مؤخرا من رئيس الحكومة بتقليص أعداد الحمايات ومنع مظاهرها السلبية في الشارع وإعطاء الفرد أو أفراد الحماية في هذه المواكب يعني الحق لنفسهم بإطلاق النار بالهواء عند تجوالهم في المدن بطريقة غير قانونية، لكن هم يسمعون منا ويطلعون مننا لأنه لا يوجد احترام لهذا الشخص، لا يوجد هيبة للدولة، لا توجد سلطة للدولة تفرضها على من يخالفون القانون، لا يوجد قانون أصلا في العراق يفرض على المخالفين من هذه الأحزاب والميليشيات، والنتيجة تكون أنهم يتمادون بتصرفاتهم أكثر. خلونا نشوف هذه اللقطات لسيارات تابعة للدولة. يعني هذه المشاهد المستمرة لاستغلال السلطة حقيقة نمتها حكومات ما بعد الاحتلال. رائد يقول: شي حس هذا المستهتر
مدخل العالم انذار بهالبرد، وين الشرطة؟ أشو مخليه براحته؟ سؤال أو عفوا عماد يقول، وهاي العالم قدامك شنو ذنبها؟ الله لا يوفقك. تعليق من دكتور عمر الأعظم يقول، حسبنا الله ونعم الوكيل، ألا نظام ولا دولة. عندنا تعليق من جبار الربيعي يقول، من أمن العقاب ساء الأدب، قمة الاستهتار والتخلف. هكذا يقول جبار. خلونا ننتقل إلى موضوع آخر ضمن أيضا استغلال السلطة والفساد ضمن المؤسسة الأمنية في العراق. يعاني السائقون في العراق من تخبط دائرة المرور العامة وغياب التنظيم فيها، بعد أن وصل الحال بهذه الدائرة التابعة إلى وزارة الداخلية إلى مضاعفة الغرامات بالرغم من سداد الناس لهذه الغرامات ووجود وصولات تثبت دفعهم لهذه الغرامات، لكن العشوائية وغياب التنظيم حالة دون تحديث البيانات داخل الأنظمة الإلكترونية لوزارة الداخلية. الموضوع انعكس سلبا على أحد المواطنين اللي تم مطالبته بدفع غرامات كان قد دفعها سابقا وتراكمت فتضاعفت الغرامات. هذا المشاهد، هذا المواطن راح تسمعون صوته يتكلم عن غرامات كان قد دفعها سابقا فتفاجأ فيما بعد أنها لا تزال موجودة ومفروضة عليه، بل تضاعفت بسبب تأخير أو التأخير في السداد. خلونا نشوف. هاي تقريرين من سيارتين طالع عليهم 1,800,000 تاريخ أول بارحة، والوصولات مدفوعة، هاي اللي عندك بيمك المنشورة واللي نشرتها حضرتك بالتيك توك، كنت تنشر التقارير وياه حتى تقول هاي تقارير الغرامات لحد الآن موجودة، وهاي الغرامات هاي الوصولات الدفع اللي أنا دافعها كلها محتفظ بيها، 14 غرامة مدفوعة ولا واحدة منهن منزلها بالحاسبة لا ومضاع فيها، يعني الغرامة الران سايد 200,000 دافع عن 100,000 بنفس اليوم المفروض انمسحت، هسه جايتني 400,000. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. يتساءل سائقون عن سبب تعمد رجال المرور في العراق في تحرير الغرامات المرورية للسيارات الخاصة وتجنب السيارات الفخمة والحديثة اللي يستغلها أو يستقلها بالغالب متنفذون أو أثرياء مسنودين من الأحزاب بالرغم من مخالفتهم الصريحة في الشارع. ولعل اللي شاهدناه من المواكب بالمقطع أو المقاطع السابقة خير مثال ودليل على أن هذه السيارات لا تتم محاسبتها وفق القانون، بينما يلاحق المواطن البسيط اللي ما عنده ظهر وما عنده سند على أقل مخالفة مثل اللي صار ويا هذا السائق اللي يتكلم ويشرح الحالة اللي واجهته. خلونا نسمع ونشوف. يوم اللي جاي يصير بالشارع من قبل بعض رجال المرور لا يرضي الله ولا يرضي محمد. أنا صارت وياي شخصيا اليوم المحاسبة من قبل بعض رجال المرور على السيارات الناسية، يعني السيارة العالية ما يقدر يجي يحاسبها، والدليل صار وياي أنا شخصيا. أنا فتت من أحد السيطرات مدينة الرمادي وقفني أنا ما لابس حزام، أوكي أنا ما لابس حزام صدق خلينا نقول مخالف، بس مو مالي قص الوصل أنا والسيارة العالية ما يقص لها وصل، وصارت وياي أنا شخصيا. قال لي أطبق عليه الغرامة ما لابس حزام، أثناء طبقتي ورجعت عليه تأتمشى عليه ووقف بالسيطرة، عبر من يمي سيارة عالية الله شاهد ما لابس حزام وما قرمه ولا وقفه. زين هل يقبل وزير الداخلية والجهات المعنية انه يصير المحاسبة بس على السيارات الناصية؟ زين ما عنده شون، ما عنده شون يشتري سيارة عالية. نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل الى مقطع اخر. تفاجأت سيدة عراقية تقود سيارتها، عندها سيارة، تفاجأت من تحرير غرامة مرورية ضدها بالرغم من ركن سيارتها في شارع فرعي داخلي داخل أحد الأحياء السكنية في العاصمة بغداد، من دون أن تسبب أي ضرر لحركة السير ولا تسبب أي تجاوز على الأملاك العامة أو على الرصيف أو على أي مكان. وتساءلت هذه السيدة العراقية لرجل المرور، طرحت هذا السؤال أنه لماذا يحاولون إكمال دفاترهم، دفاتر المخالفات بشكل عشوائي في سبيل إرضاء من هم أعلى منهم بالرتب؟ هل هناك تعليمات
من قبل وزارة الداخلية أو من قبل دائرة المرور العامة لشرطة المرور في الشوارع بإتمام هذه الدفاتر قبل العودة إلى تسليمها إلى الدائرة ضمن وقت معين؟ خلونا نشوف اللي صار ويا هذه السيدة وهي تتكلم عنه. هاي أنا هنا واقفة بالفرع الثاني، هاي هذا معهد الحكمة، هذا شارع فرعي، ذاك الشارع العام. زين حضرة المرور قصلي يوصل في سبيل يقبط الدفتر مالته على مود ياخذ اللاعب. زين هذا هالوصل حضرة جنابه، هذا شارع فرعي، فرعي اسلام الله، ها شارع فرعي، ذاك الشارع العام، لان هذا مريود من عنده وارد يمشي على السيارات اللي طابقة. خلونا نشوف التعليقات على هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. عامر يقول أبو المرور شبيدة يريدون من كل ضابط أو مفوض يومية دفترين غرامات، وبعلم وزير الداخلية ومدير المرور حسبنا الله ونعم الوكيل. تعليق من أبو أوس يقول أكثر الوصولات في دوائر الدولة والمرور تذهب إلى جيوب المفسدين في الدولة. عندنا تعليق من خليل يقول صار استهتار بتطبيق القانون على المواطن بدون مخافة الله، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. وعندنا تعليق من رائد الزيدي يقول القانون محترم رغم يطبق بانتقائية، لكن عندما يكون القانون ظالم فيصبح ديكتاتورية وليس فرض القانون وتنظيم حياة الناس، اللي هو وظيفة القانون ووظيفة مطبقي القانون في العالم، إن هم ينظمون حياة الناس عن طريق تطبيق القوانين والشرائع بطريقة عادلة وعلى الجميع. خلونا ننتقل إلى موضوع آخر وموضوع يشغل العراقيين بشكل كبير مشاهدين الكرام، لأنه أكو أكثر من 6 مليون عراقي متقاعد وديعانون كل يوم وكل سنة بسبب دائرة التقاعد وبسبب الفساد داخل الدولة وبسبب الاضطهاد اللي يتعرضوا له من خصومات وقطوعات ورواتب متدنية ومعاملة سيئة في دوائر الدولة. يتهم المتقاعدون العراقيون حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاع السوداني بعدم الجدية في حل ملف المتقاعدين والاكتفاء بالوعود الإعلامية والتصريحات من أجل حل أزمة حقوق طبقة مسحوقة من المجتمع العراقي. هذه الشكاوى تأتي بعد اكتظاظ المئات من المتقاعدين، وهي حالة متكررة طبعا، أمام دائرة التقاعد العامة في بغداد من أجل ترويج معاملة شهادة الحياة اللي تضمن استمرار حصول المتقاعد على راتب التقاعدي. كل سنة طبعا مجبر المتقاعد أنه يأتي بشهادة الحياة ويسلمها بطريقة يدوية طبعا. وجاءت هذه الصور اللي تعبر عن عدم اكتراث الحكومة بهذه الشريحة اللي أفنت حياتها في سبيل خدمة هذا البلد، في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بزيادة رواتبهم مع تناسب حجم التضخم في البلد وغلاء الأسعار وإنصافهم وتحسين أوضاعهم المعيشية المتردية بسبب الإهمال الحكومي مع تفاقم الأزمات الاقتصادية. خلونا نشوف هذه اللقطات لآبائنا وإخواننا وأمهاتنا وأخواتنا المتقاعدين اللي قدموا خدمات جليلة للمجتمع وللبلد، شلون حالهم، والفاسد اللي دمر البلد وباقى يطلع على التقاعد وياخذه ويوصل إلى باب بيته. خلونا نشوف. يطالبون إدارة التقاعد، يطالبون المتقاعدين من عمر 60 فوق شهادة الحياة، شهادة حالتهم، يشوفون حالة وفاة وعايش ولحظة سخن على بنايش كبرها دخل دخلهم جوا، دخلهم جوا من الصبح، شوف تدافع على الباب، هم من الصبح ما يدخلون الباب ما يدخلون، هاي النتيجة حتى الشارع تحول الباب، لا أحد يقطعون الساحة، لكن على حالة السير المرور يعني كلهم من الناس الرجال كبار بالسن النساء يعني وخر حج على صفحة على الشارع بدي أكون فيهم معوقين، توقف السيارة التاكسي تنزل معوق. يعني أنا ما راح أعطي إنسان بس وين الشارع؟ لاحظ الأعداء. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. طبعا مثل ما شفتوا وسمعتوا من المتقاعد اللي وثق بعدسة جواله وتساءل عن التنظيم واقترح على دائرة التقاعد العامة إدخال المراجعين بدلا من تركهم في الشوارع.
لكن هذا المتقاعد ما كان يدري يمكن أنه الدائرة دائرة التقاعد من الداخل ما كانت مهيئة لاستيعاب هذه الأعداد، وعند دخولهم يتحول الأمر إلى فوضى كبيرة وسط تساؤلات عن الهدف من ترك هؤلاء المسنين المتقاعدين نساء ورجال عرضة للإذلال والإهانة بدل من تنظيم معاملاتهم بشكل إلكتروني ومن دون الحاجة لمراجعة الدائرة بهذه الوتيرة المستمرة. وممكن تتم هذه العملية عن طريق النظام الإلكتروني والناس هي قاعدة ببيوتها وينتهي هذا الموضوع. خلونا نشوف هذه اللقطات. خلونا نشوف التعليقات على هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. ياسر يقول منو بحال المتقاعد؟ المتقاعد بالعراق ميت هو وقاعد. أبو قاسم يقول الله لا يبارك فيهم والله دمرونا ماكو رقيب ما حد يحاسب. عندنا تعليق من دوري يقول عم الحكومة عايشة بغير عالم ولا إلها علاقة بالشعب، همها الوحيد مصالح أحزابهم ومصالحهم الشخصية والشعب إلى الله. أبو سامر يقول يعني هذا تقدير المتقاعدين كبار السن وأمراض مزمنة، اتقوا الله. سيد أبو عمر من بغداد حياك الله، تفضل يا أبو عمر. محمد تحياتي لقناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. كل الهلا يا أبو عمر حياك الله. يا أهلا حياك الله ودوم أستاذ محمد. أستاذ محمد إحنا للأسف بالعراق من 2003 ولحد الآن يعني المعاناة اللي عندنا والأزمات اللي عندنا بالعراق ما حدثت أبد قبل من قبل 2003 أو بالسبعينات أو بالثمانينات، كل السنين اللي مرت. الآن العراق يعني يعرفون كل الزين والعالم كل العالم يعرف بأنه العراق تدمر من أمريكا وإيران بهذا يعني الدمار اللي شان على العراقيين، والعراق انه ما يستاهل ان يكون بهالصوره امام هاي الحكومات اللي حكمت العراق من 2003 لحد الان. طيب انا بس اريد يعني بس حتى ندخل بصلب الموضوع مال التقاعد، انا هسه اريد اسال. نعم. الحكومه اللي تقول احنا حسنا من وضع البلد، احنا نظام ديمقراطي، احنا نظام متطور متقدم، وضعنا مثل هذا القاضي اللي حكم بإقالة الحلبوسي يقول احنا نظام ديمقراطي لا مثيل له في المنطقة والعالم. عموما السؤال ان هم الناس اللي يقولون لا دولة مثلكم وغيرها، لما نجي هسه نشوف هذا المتقاعد العراقي الكبير بالسن ان كان رجل او ان كانت امرأة دي يعانون وهم دي يحاولون يحصلون حقهم، احنا نسأل ليش هذا الإذلال وليش هاي الإهانة؟ ليش ماكو تقدير للعراقيين؟ هو أستاذ محمد جايك بالكلام، يعني بكل الأمور الحياة ماكو فد شيء أنه قدمت للمواطنين هاي الحكومة، هذه دلالة على إذلال أبناء الشعب العراقي وتدمينهم والحالة النفسية. يعني عندنا على موضوعك أستاذ محمد المتقاعدين، المتقاعد يعني بكل العالم وبكل الدول اللي يعني خدم الدولة وخدم الشعب لازم يكون بالنهاية إلى يعني فد مكانه، يعني عن كبر سنه أو مكانته اللي وصلت به أو الدار اللي كانت اللي طلع من عدة تقاعد، يجب أن يكون الحكومة والمسؤول عليها ملزمة أن يكون يعني إذا كان بعلاجه وإذا كان مرضه وإذا كان بسفره يجب أن يكون يعني التسهيلات اللي يستحق له خدم البلد 25 سنة وأكثر. فهاي المفروض يعني راتب التقاعد يكون ازداده يعني بدون ما أن يروح يطالب بحقه. طيب هل من العدالة أبو عمر هل من العدالة أنه المتقاعد العراقي المواطن الموظف يقضي 30 سنة 25 سنة يا هو الحد الأدنى لسن التقاعد 15، هل أكو عدالة بقضاء أقل موظف متقاعد 15 سنة حتى يحصل على تقاعده والمسؤول يقضي النائب البرلماني كان أو وزير أو غيره يقضي 4 سنوات فقط ويحال إلى التقاعد بهذه البساطة؟ أولا هو استنزاف للاقتصاد العراقي ولخزينة الدولة هاي الرواتب، ثانيا قطعا ما راح ينطوه مثل المتقاعد المدني. طيب ليش هذا الاستنزاف وليش ماكو عدالة؟
بدل ما أدعم قطاع المتقاعدين وزود رواتبهم تروح هاي الرواتب إلى من لا يستحق، ليش ماكو عدالة؟ أستاذ محمد إحنا ما عندنا عدالة، يعني قلت لك إحنا 25 سنة و 30 سنة خدم، ويعني طرد أوقات الساعات الدوام اللي كان يداوم بها من 8 لحد 2 أو ساعة 3 الظهر، فيعني عنده أوقات كثيرة كانت. أما البرلمانيين اللي ما يداومون بالأسبوع يوم أو ساعة يعني يأخذون رواتب يعني أقل ما يكون من عندهم 8 ملايين أو 7 ملايين أو 10، إذا ما كان عنده مكانة بالبرلمان أو عنده حمايات هاي الأمور. هذا غير اللي باقى هو وهو نائب ومسؤول. أكيد أكيد أستاذ، من غير الحواش اللي عنده، من غير الحوافز اللي تيجي عنده، من غير إجوع الحمايات، من غير يعني الأمور اللي هم يعرفوها كل الزين. فيعني هذا يعتبر حرام عليهم واستغلال يعني أموال الشعب العراقي. وصلت يعني الفكرة أبو عمر، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا من بغداد. عادل عبد المهدي الورع التقي اللي يخاف الله يقول، واللي ما يقبل على نفسه مال حرام مثل ما يحكي، يقول أنا نثريتي لما كان وزير نثريتي $1,000,000، أنا هاي ما طب جيبي، أنا هاي تروح أوزعها على الفقراء والمحتاجين وعلى الرعاية الاجتماعية وغيرها. يعني هذا مثال، وهو طبعا متهم بسرقة مصرف الرافدين فرع الزوية، تمام، اللي هو عيسى معادل زوية طبعا، وهو المتهم. هذا نموذج واحد، أنا دا أتكلم نموذج واحد فقط من ذولا اللي يطلعون على الشاشات من اللي يحكمون العراق. بعد ما قتل ثوار تشرين طلعوه تقاعد كمكافأة نهاية خدمة. هذا النموذج اللي موجود في العراق بعد 2003، من يسرق، من يقتل، من ينهب البلد، من يدمر البلد يكافئوه بمكافأة نهاية خدمة، حال حال كل اللي يجوي بعد 2003 وشاركوا في حكم العراق، من أول رئيس جمهورية غازي عجيل الياور إذا تتذكروا إلى الآن يقبض راتب تقاعدي والبقية. ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام. يشير مراقبون للشأن العراقي إلى أن حملة الإعدامات اللي تنفذها حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني ضد المعتقلين في سجن الحوت في مدينة الناصرية تكشف نوايا حكومة الإطار التنسيقي المبيتة ضد آلاف المعتقلين داخل سجونها لأسباب طائفية. وبينت مصادر صحفية أنه جرى تنفيذ أحكام الإعدام ضد معتقلين بالرغم من إصابتهم بأمراض مزمنة، بينما يعاني آخرون من أمراض أخرى، لافتين إلى أن الأحكام نفذت من دون إعلانها بعد أن تم إبلاغ ذويهم من أجل تسلم الجثث من دائرة الطب العدلي في مدينة الناصرية فيما بعد. خلونا نشوف التقرير الإنفوغرافيك اللي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، يبين تفاصيل أكثر بشأن الإعدامات التي تنفذ بشكل غير قانوني في العراق. الأمهات والله نذلينا، والله نذلينا، ما ذلنا لا الهول ولا الهتالي، شين ذن ابنه، والله نذلينا أهل الأمهات، والله نذلينا. أنت تتضعف مو بس للولد، تتضعفوا عنا للأمهات، لأنه إحنا تعبنا، مو يتعبنا ها من نروح للسجون، تدري شو يصير بحالنا؟ والله أنا قعد أسبوع، أنا قعد مريضة.
ننتقل مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. تفاجأ عراقيون بتداول صورة للمتهم بخطف الناشط في تظاهرات ثورة تشرين سجاد العراقي المدعو أحمد محمد عبود خلال مناقشته لبحث تخرجه في إحدى الجامعات الإيرانية بالرغم من إدانته بجريمة الاختطاف. وتساءل العراقيون عن دور الحكومة في تقديم هذا المتهم وباقي المتهمين بعمليات الاختطاف للعدالة حتى ينالوا جزائهم العادل في وقت يواصل فيه هؤلاء حياتهم بشكل طبيعي وما يخافون من الكشف عن تواجدهم في إيران وغير إيران بالرغم من تورطهم بجرائم خطف وتغييب لناس أبرياء في ظل سياسة الإفلات من العقاب اللي منحتهم حرية التنقل من دون مساءلة. خلونا نتابع التعليقات مع وسم حكومة الإطار تحمل خاطفين. أسعد الناصر يقول: محمد الشيعة السوداني وعودك الكاذبة على سجاد انكشفت حقيقتهن وحكومتك الحالية هي نفس الحكومات السابقة وحتى أفشل وأنقص منهن. آدم يقول: هو تابع لهم أكيد يحمونه، لعد يحمون الفقير. عندنا تعليق من عبد الله يقول: اللي يسكت عن مصير الثائر سجاد العراقي لازم يجي يوم ويواجه نفس المصير بسبب هاي الحكومة، أما الخطف أو النفي. وعندنا تعليق من غسان يقول: الخاطف يصول ويجول في إيران وأكمل دراسته وينشرها على حسابه متفاخرا. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.